نهج جديد للتيار الوطني الشيعي بزعامة مقتدى الصدر، حيث فاجأ نبأ انسحاب سرايا السلام من المطعم التركي المطل على المنطقة الخضراء بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد، فاجأ الحلفاء والخصوم للصدر. فخطوة الانسحاب أو الإخلاء لا يمكن أن تكون إلا بموافقته المباشرة، وهذه رسالة واضحة للفصائل الولائية المرتبطة بإيران بضرورة إخلاء مقارها التابعة للدولة أو لجهات خاصة. السبب الرئيس في هذا القرار جاء تماشياً مع مبادئ الصدر بضرورة أن تكون القوات الأمنية العراقية هي من تمسك هذا المكان، والذي أثير عنه الكثير. وعلى الرغم من أن سرايا السلام جزء من المنظومة الأمنية الرسمية، لكن الصدر يريد أن يرفع عنه هذا الحرج بأن الصدريين يسيطرون على هذا المبنى الاستراتيجي، لهذا تم تسليمه إلى القوات الأمنية وباتفاق مع القيادة العامة للقوات المسلحة وبرغبة صدرية خالصة دون ضغط من أي جهة. هذا الموضوع له ارتباط بمشروع زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الذي يمهد للعودة إلى المشهد السياسي، والذي يدعو إلى ضرورة تقوية القوات الأمنية الرسمية ومنحها المسؤولية الكاملة في كل مفصل أمني، وذلك على عكس ما يقوم الخصوم بتقوية الفصائل على حساب الجيش والشرطة والعمل على إضعاف المؤسستين الأمنية والعسكرية تنفيذا لأجندات خارجية. الصدر استطاع بهذا القرار منع حصول أي فتنة مستقبلية، واليوم أصبح واضحا للجميع أن مشروع التيار الوطني الشيعي سيكون جامعا لا مفرقا، وذلك من أجل استعادة هيبة الدولة والعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية أبوية في المستقبل القريب. فهل يمهد الصدر بخطواته لعودة سياسية تقلب الطاولة على الخصوم؟